مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. أشرح اليوم عن ساعة أبل، وتحديدا عن كيف راح نعرف حالة البطارية لساعة أبل. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن الطريقة، طلب أنه تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس لايك الفيديو حتى نعرف حالة البطارية. راح نروح على الإعدادات. من الإعدادات راح يظهر عندك عدة خيارات، راح تنزل إلى الأسفل راح تلقي خيار هنا البطارية. تدخل على البطارية راح تلقي آخر شحن راح يكون كم، آخر شحن 69، وراح تلقي نمط الطاقة المنخفضة وتلقي حالة البطارية. تدخل على هذا الخيار راح تلقي شحن البطارية المحسن، وهنا راح يقول لك حالة البطارية الحد الأقصى لحالة البطارية 100. نقطة حبيت أشير إلها بالنسبة حتى تحافظون على حالة البطارية. طبعا حاولوا أنه دائما راح أنزل عن فيديو كامل، لكن بالنسبة للبطارية لا تشحنوها هواية والشاحن أصلي، وأهم شيء لا تشغلون الإشعارات كثير، وراح أنزل فيديو كامل بهذا الخصوص عن كيف راح تحافظ على ساعة أبل وتقلل استهلاك البطارية. لأنه من تنزل البطارية للسبعين للستين هذه الساعة لازم تتبدل أو تتبدل البطارية مالتها. نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو واستفادت منه أكيد لا تنسى اشتراك ولايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلامة.